الو، مين؟ ايوه. جيني أسبر تضرب شاباً في الشارع بسبب ما فعله معها، ما حصل غير متوقع، وتنفعل بسبب زواج المثليين. روت الممثلة السورية جيني أسبر موقفاً تعرضت فيه إلى المضايقة من قبل شاب واضطرارها إلى ضربه دفاعاً عن نفسها. وفي التفاصيل، وخلال حلولها ضيفة على برنامج إنسان، قالت أسبر أنها كانت تتوجه من كلية الرياضة إلى منزلها الكائن في منطقة اللاذقية، وكان هناك شاب يتبعها ويقوم بتلطيشها، ثم انتهز الفرصة وقام بقرصها ومضايقتها. حتى وصلت يعني على النزلة، قام انتهز الفرصة وقرصني. وأضافت أن ردة فعلها على ما قام به هو ضربه بالحقيبة التي كانت تمسكها، مضيفة إن الحقيبة كانت ذات وزن كبير مما سبب ضرراً كبيراً له، بالإضافة إلى أنها قامت بالصراخ لا إرادياً، الأمر الذي دفع بالموجودين في المكان إلى ضرب الشاب أيضاً. ومن ناحية أخرى، وخلال اللقاء أيضاً، أبدت أسبر رفضها للمبالغة في دعم المثلية، مؤكدة أنها لا تؤيد ولا ترفض كونها بعيدة عنها ولا تؤثر بها. شو بخصك؟ ما بو شي، بضل مجرسني. ايه ما اختلفنا، بس شو بو، ليش هيك؟ لا تخافي عليه، مثل القطاط بسبع ارواح. وكذلك ابدت اسبر غضبها في حال تمت الموافقة على زواج المثليين والسماح لهم بالتبني. ومن ناحية أخرى، كانت سخرت متابعة من إطلالة الممثلة السورية جيني أسبر من دون مكياج، إذ كتبت قائلة بتخوف: Let's go. وفي التفاصيل، فقد تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة جيني أسبر ظهرت فيها بإطلالة طبيعية من دون استخدام أي مساحيق تجميلية أو أي فلتر، وكان لافتاً استفزاز تعليق المتابعة هذا لأسبر التي ردت عليها قائلة: إيه مشان ترتعبي يا قمر الزمان؟ هذا وكانت حظيت صورة الممثل السوري باسم ياخور وهو يمارس رياضة المشي بتفاعل الجمهور والعديد من زملائه الفنانين أبرزهم جيني أسبر. وشدد باسم ياخور على ممارسة المشي قائلا: لا تتوقف عن المشي لما لها من نتائج مميزة على صحة جسم الإنسان والوقاية والسيطرة على العديد من الأمراض، ومنها أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري. وكان من بين التعليقات ما كتبته الممثلة جيني أسبر لزميلها باسم، حيث قالت: ما شاء الله أبو روي، مثل الغزال الرشيقة، سيعطيك الأناقة. ليرد عليها ممازحاً: شكراً لك يا رائعة جيني، لا غزال في حضورك.